طبعا دايما الفن والثقافة والفنون بتكون مصدر للبهجة للناس في كل مكان. لو انت داخل محطة المترو ونازل تركب مترو وشفت هذا الجمال اكيد هتسعد بيه واكيد هيفرق معاك في يومك. خلونا نتكلم اكتر عن هذه الفعالية الفنية والصور الجميلة اللي شفناها مع حضراتكم من خلال التقرير واللي كانت موجودة في محطة مترو هليوبلس. معنا على التليفون الدكتور اشرف رضا، استاذ الفنون الجميلة والمشرف على هذه الفعالية. صباح الخير يا دكتور اشرف. الحقيقة أنه الفكرة كانت ليها مردود كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس كلها كانت بتتكلم عنها، ويمكن اللي بيسافر بره بنشوف ده دايما موجود بره لكن ما كناش بنشوفه في بلدنا. استعديتوا ازاي للفكرة واستقبلتوا كمان الناس ازاي والناس كانت بتقول لكم ايه؟ صباح الخير هدير، صباح الخير احمد، صباح الخير يا يعني شكرا جزيلا على التقرير الرائع ده. احنا اللي بنشكركم. الحقيقة يعني اكتر حاجة يعني فاجأتنا في المبادرة أو في الفعالية اللي عملناها دي هو ردود أفعال الجمهور، جمهور المترو وجمهور مصر الجديدة بصفة عامة. يعني كان في تفاعل قوي جدا مع الفنانين، يمكن زي ما ذكرتوا حضراتكم في التقرير ده تعاون أول مرة في مصر يحصل كده في محطات مترو الأنفاق، تعاون مع شركة المترو، الشركة اللي بتدير وتشغيل المترو ار اي تي بي مع ركل الفنون والثقافه واشراف الهيئه القوميه للانفاق، وزياره الدكتور عصام والي رئيس الهيئه ادى دعم جامد جدا للشباب. شباب طبعا رايح بيرسم اسكتشات وبورتريهات لكل المواطنين او كل جمهور المترو اللي موجود، علشان بنجهز معرض فني تشكيلي هيبقى متعلق جوه المحطه. وكل الركاب يجوا يشوفوا كمان البورتريهات اللي اترسمت لهم والفن اللي موجود جوه المحطة والتفاعل اللي حصل بين الجمهور وبينهم. يمكن حضرتك بتذكري زي اللي بنشوفه في المحطات بره في أوروبا، في أوروبا بيبقى مجهودات كلها فردية، يعني واحد بيعزف على جيتار أو واحد بيرسم كده بورتريهات بمقابل، او يعني حاجات يمكن تكون محدوده مش بتنظيم مؤسسي زي اللي حصل في مصر يا هدير. يعني حتى الجداريات اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي دول ثلاث جداريات كبيره بتعمل مساحه 12 متر في ارتفاع 2 متر يمكن موجوده في الصور، وثلاث فنانين سامح اسماعيل ومينا ميلاد وعلاء عوض، كل واحد رسم نمط من الموروثات المصريه او من الحضارات المصريه. فسامح رسم فن اسلامي وخط عربي، مينا ميلاد رسم فن قبطي، وعلاء عوض رسم من الفن المصري القديم. فده بيكمل عرض الحضارات المصريه مع الجمهور ايضا بتاع المترو يعرف فيه ايه عندنا في المنطقه دي. كل منطقه، كل محطه في منطقه ليها طابع مختلف عن المحطات الثانيه، وعلشان كده ان شاء الله في الخطط اللي جايه هيبقى كل محطه ليها برنامج مختلف عن هذا البرنامج، يعني مش كلهم فيهم بورتريهات او كلهم فيهم رسم فقط يعني. ويمكن الجميل في الموضوع يا دكتور أشرف كمان اللي هو بيؤكد وبيرسخ الهوية المصرية تحديدا، وردود الفعل اللي حضراتكم استقبلتوها من المواطنين بتؤكد ان الشعب المصري شعب ذواق، شعب يقدر كل ما هو جميل ويحب كل ما له علاقة بالفن والجمال. لكن عاوزين نعرف من حضرتك بقى عدد الشباب اللي شاركوا فيه، يعني عاوز اقول البورتريه العظيم اللي احنا شفناه في محطه مترو هليوبلس ده قد ايه، وهل كلهم من شباب التشكيليين ولا من شباب كليات مختلفه زي الفنون التطبيقيه والفنون الجميله؟ والله ده الهدف يا استاذ احمد، فعلا بدايه عمليه ترسيخ الهويه وتعزيز القوه الناعمه بتاعتنا هنا. صحيح. علشان كده الموضوع مش فن بس او رسم بس، الموضوع وراه رسالة. هدف، رساله واهداف واولها واخيرا يعني التفاعل اللي يحصل بين الجمهور وبين الفن ذاته، يعني صحيح. من موضوع الفن نفسه عشان رفع مستوى الذوق العام
وتحسين الأداء النفسي، ويعني ليها أهداف. كل المشاركين الحقيقة دول حوالي 10 من طلاب وخريجي الفنون الجميلة، والثلاثة الفنانين الكبار اللي رسموا الجداريات، الثلاثة فعلا من خريجي كليات الفنون الجميلة. يعني في الحقيقة مصر دايما ولادة ب يعني آلاف بقى من الفنانين. يمكن الفن عندنا هو رسالة، والرسالة دي عمرها يعني لن تنضب أبدا. يعني دكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، بنشكر حقيقة يا فندم، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وشكرا على هذه الفعالية. حياة كانت مبهجة جدا، والواحد كان مبسوط قوي لما شاف الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه المصريين بيحبوا الفن وبيحبوا الفنون، وإحنا بطبيعتنا بنحب بلدنا وبنحب كل ما يعبر عن بلدنا. فلما الناس تبقى نازلة، اللي رايح شغله واللي رايح مدرسته واللي رايح درس، وتنزل تلاقي ده في المترو، حالة الفنون دي بترتقي بالذوق العام، بتفرق في النفسية مع الناس كلها. وإحنا يعني طول الوقت كنا بنشوف الفنانين دول موجودين في اماكنهم، انت لو عايز تروح المعارض، تروح تتفرج على ده، لكن لما يكون في وسط يومك هتكون رساله مختلفه. في حاجه حلوه قوي اكد عليها دكتور اشرف، فكره ان ده عمل تطوعي في النهايه، يعني فكره ان الفنانين اللي نزلوا النهارده ولونوا ورسموا حاله البهجه اللي انعكست على الاف بقى من المترددين على محطه مترو هليوبلس، كان كله عمل تطوعي في المقام الاول والاخير، نابع عن حب داخلي لكل فنان، حبه الوطن وحبه للهويه المصريه اللي عاوز يرسخها في اذهان كل المترددين على محطه مترو هليوبلس. ففي الحقيقه بنشكر يعني مع كمان حاله من الفعالية، التنسيق مع وزاره النقل ووجودها ودعمها لمثل هذه الفعاليات. خلاص بقى فكره تضافر الجهود دي خلاص نسيناها بقى، لان دلوقتي في عمل مؤسسي، كل الناس بتتضافر وكل المؤسسات بعضها مع بعض بتشتغل علشان خاطر تقدم حاجة في النهاية هدية للمواطن تليق بالشعب المصري. بشكرك أكيد يا أحمد.